أمل أبو الفتوح، بطلة من أبطال منتخب مصر للكاراتيه لذوي الإعاقة، وواحدة من أهم الشخصيات النسائية الملهمة اللي استطاعت أنها تسجل اسمها بحروف من نور في سجلات الرياضة المصرية. أنا واخدة ميداليتين، أول بطولة ليا في البطولة الدولية كانت في النادي الأهلي، وكان بالنسبة لي كانت أجمل بطولة. مهاراتها الفنية وتفانيها في التدريب وقدراتها البدنية المذهلة مكنوها من تحقيق نجاحات كبيرة ومتميزة، وجعلوها واحدة من أهم اللاعبين البارزين في فئة الكاراتيه لذوي الإعاقة. كنت بالنسبة لي الحادثة دي إن أنا أقعد على كرسي متحرك، ده كان بالنسبة لي إن أنا الوحيدة اللي هقعد على كرسي متحرك. الناس في البداية لما كنت أجي أخرج ولا حد يجي يقول لي أساعدك كنت ببكي، كنت بقول لا أنا ما بصعبش على حد. استطاعت أمل رغم إعاقتها إنها تحقق إنجازات ملموسة على الساحة الرياضية، وتتألق في العديد من البطولات والمسابقات الدولية والمحلية، حيث حصدت العديد من الميداليات والجوائز التقديرية. كمان أثبتت قدرتها على المنافسة على أعلى المستويات وتحقيق الفوز في تحديات قوية. في عام 2016 شاركت أمل أبو الفتوح في البطولة الدولية اللي أقيمت داخل النادي الأهلي، وتمكنت وقتها من تحقيق المركز الأول بفضل مهاراتها وإتقانها في فنون الكاراتيه، وبعدها حصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية وبطولة المصريين وأيضاً في بطولة العرب، وده بيؤكد تميزها وتفوقها في مختلف البطولات على المستوى المحلي والدولي. كان كل إرادة ليا إن أنا أقول مفيش مستحيل. كمان شاركت أمل أبو الفتوح في بطولة دولية أونلاين، حيث نجحت في تحقيق ميداليتين ذهبيتين، مما يعكس تميزها وإبداعها في مجال الكاراتيه. أمل أبو الفتوح قدوة لكل شاب وشابة، ونموذج مشرف نفتخر ونعتز به. أنا هقدر وهكمل مهما حصل سقوط في حياتي، بقول لا السقوط دوت لبداية جديدة. كل المراحل في حياتك بتعدي حلوها بشر. اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا لكم مرة تانية وبنجدد التحية لحضراتكم. معانا دلوقتي عظيمة من عظيمات مصر تحدت الإعاقة بالصبر والعزيمة، وده بعد سقوطها من شرفة المنزل بالطابق الخامس وإصابتها في العمود الفقري، وقدرت بعدها تكون بطلة للعالم في الكاراتيه ورمز من رموز الرياضة المصرية. شرفوا مصر في المحافل والمسابقات الدولية بعد فوزها بالعديد من البطولات. خلوني أرحب بضيفتي أمل أبو الفتوح، بطلة العالم في الكاراتيه. أهلا يا أمل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، الحمد لله على السلامة، منورة والله معنا في البرنامج. إيه الجمال ده؟ وإيه الحاجات اللي ما شاء الله. انتي قلتي امل ان انتي تقريبا من سنه 2008 حصلت حصل الحادث. حصل حادث وقعتي، فحصل اصابه في العمود الفقري، فده تسبب في اعاقه شويه. بس كانت اعاقه جسديه، ما هياش اعاقه في الاراده ولا في الاصرار ولا في العزيمه. صح ولا ايه؟ تمام. بدليل ان احنا بقينا في خلال فتره قليله بطله للعالم في الكاراتيه بفضل ربنا عز وجل، الحمد لله. واعرف ان انت بتلعبي باسكت بول كمان. ان شاء الله. ما شاء الله. وميداليات فضيه وذهبيه وبرونزيه. برونزيه ما شاء الله. ما شاء الله. احكي لنا بقى تجربتك، لان احنا في البرنامج ده وفي الحلقه دي النهارده احنا عايزين نقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا، امل ابو الفتوح قدوه ونموذج، اتعلموا منها وامشوا في المسار اللي هي مشيت فيه. ازاي هي قابلتها تحديات واجهتها؟ ازاي وقعت وقامت؟ هي الوقعه كانت بمثل بيقولوا ان هي بتفوق، يعني حاجه كده. كانت بالنسبه لي كانت تحدي للمستحيل. ربنا سبحانه وتعالى عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. كانت بدايه جديده الامل، يعني انا حاسه ان انا حياتي قبل الحادث كانت حياه بلا يعني وجود. بدات وجودي وكياني يظهر بعد الحادث. سبحان الله العلي العظيم. غريبة يعني ان انت حياتك ومسارها وخططها و سبحان الله اهدافها بقت اكثر تحديدا بعد الحادث. بقت حياه مليانه نور وامل جديد. انت كنت في سنه كام في التوقيت ده؟ لا انا كنت ساعتها عندي 24 سنه. 24 سنه. 24 سنه كنت خلصت التعليم يعني. ما كنتش يعني ما كنت يعني كنت
في مرحله من عمري كده قعدت وما كملتش. واحنا جايين اهو هنكمل كلامنا يعني واحده واحده والدنيا بقت مليانه امل، وكل يوم بقى عندي امل جديد متجدد. هايل بقى يعني، حتى كل اللي يشوفني يقول انت مديني امل، فاقوم بص ضحكه. بس قول لنا يا امل، ايه اللي حصل الاول؟ الحادثه دي حصلت ازاي؟ هو حضرتك الحادث يعني حصل خلل في الـ في الـ في السور، وانا واحنا بنغسل، والحمد لله يعني انا كنت شبه ان انا ميته، كنت شارع رباعي ما بتحركش خالص. وربنا سبحانه وتعالى انعم عليا بالعلاج الطبيعي بالعمليات، ما فيش حاجه بتيجي مره واحده، كل حاجه بالخطوات وبالصبر والرضا. بس اليأس ما تصرفش ليكي في البدايه يعني خالص، ما استسلمتيش خالص. يعني كانت صدمه لما عرفتي ان انت ده شلل رباعي، كانت صدمه بالنسبه لك؟ هل الصدمه دي احبطتك في الاول؟ في الاول بقى انا عارفه ان انت عندك امل واصرار وعزيمه. والله انا مش عارفه، انا مستغربه نفسي. انا مستغربه نفسي، انا مش عارفه. سبحان الله العلي العظيم، انا صبرت، كان في معاناه كتيره جدا، ومامتي الله يرحمها جات لها جلطه وبقت هي اللي يعني جنب مني على الفراش وماتت ده من الحزن بسبب فسبحان الله العلي العظيم، يعني كان في تماسك رباني مش من عندي. سبحان الله. مش من عندي يعني، مش من امل. هو يا امل ونهى دلوقتي بتسالك بتقولك انت عندك امل يا امل، هو انا افتكرت جمله كده ان في حد دايما بيقول ان كل واحد ليه نصيب من اسمه. فانت واضح ان انت كان ليكي نصيب كويس من اسمك. ده اختيار ربنا اسمي على فكره. ربنا هو اللي مختاره لي، مش اهلي. جت غلطه في الشهاده. غلطه في الشهاده يعني كان هيبقى اسمك ايه؟ نجلاء. نجلاء لامل. ومازال لغايه دلوقتي اهلي بينادوني نجلاء، بس ربنا سبحانه وتعالى. والله ده اختيار ربنا. طبعا سبحان الله. انا اعرف بعض موظفين السجل المدني ممكن يغلطوا في نقطه. لا هي اسمها البنت اللي كانت البنت، لكن امل ونجلاء ده البنت اللي بتكتب بتسجل هي كانت اسمها امل، فحابه تحط اسمها ام. دي واقعه غريبه. بس ده اختيار ربنا، ده اختيار ربنا ليا. بس انت حابه امل ولا نجلاء؟ لا حابه امل طبعا. حابه امل. الناس اللي محاطين حواليك يا امل، مامتك، اخواتك، اهلك، كانوا في حاله صدمه برضو وعدم استيعاب للي حصل لك؟ اكيد طبعا. وهل صدمتهم دي اشعرتك بالاحباط لفتره معينه من الزمن مثلا؟ بصي، هو ال 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 التكاتف ما بين الاهل، وان انت تحس ان انت مش لوحدك، دوت يعني ما يحسسش بالعجز. خدت يعني دعم من الاسره. يعني هم اللي ادوكي الامل ده. ربنا يرحمهم ويغفر لهم يعني. بداتي اول رياضه ايه بقى؟ انا عارف انت مارستي 3 رياضات. انا اصلا وانا صغيره كنت بلعب رياضه الكاراتيه، وقفت لغايه الحزام البني ودخلت بطوله الحزام البني ده اللي قبل الاسود. اللي قبل الاسود مباشره، ده قبل الاصابه. ودخلت بطوله مدارس وحققت فيها بطوله، واخدت دعم رياضي في المدرسه والحمد لله. بس بابا الله يرحمه قال لي لا، كفايه كده بقى، انت بقيتي عروسه، ما تكمليش. فلما حصل لي الحادث كنت بتلعبي كاتب ولا كوميتيه؟ لا كوميتيه. كوميتيه. كنت بتغلبي بقى؟ كنت بحب الكوميتيه جدا، لان كان بدايتي كان كونغ فو، فكان تاسيس حركات اسرع. بس رياضه الكاراتيه بالنسبه للبنت في الكوميتيه تحديدا، مش في الكاتا. الكاتا تقريبا زي شو يعني، او استعراض صح كده، استعراض حركات وكنترول، لكن الكوميتيه اشتباك. بس على بالنسبة فكره للبنت مش رياضه عنيفه. لو هنتكلم على الصعوبات، الكاتا اصعب من الكوميتيه. الكاتا اصعب من الكوميتيه في الاداء الحركي. بتنفع البنت، بتفيد فعلا البنت الرياضه دي في انها تدافع عن طبعاً نفسها. طبعاً. عندنا مثال على ارض الواقع، دكتوره جينا فاروق ما شاء الله عليها. يعني انت دلوقتي لو اشتبكتي تعرفي تخلصي نفسك. بالك انا لعيب كاراتيه قديم، انا مش عايز احكي لك يعني. ولها سن معين تلعبي في سن معين؟ لا، احتياجات خاصه لا. وفي رواد عندنا ما شاء الله عليهم اساتذه الكاراتيه بيلعبوا ما شاء الله يعني. فكره ان انت كنت بتلعبي كاراتيه قبل الاصابه وبتقفي على رجليكي وتعملي الحركات الصعبه، بعد الاصابه فكره ان انت تكملي لعب الكاراتيه دي جات لك ازاي؟ جات لي لان كان في فريق عندنا زمايلي من اصحاب الهمم، كنا رايحين نشارك في بطوله يعني في اكتر من لعبه رياضيه. كان في تنس طاوله، وكان في سباحه، وكان طايره، وكذا لعبه. ففوجئت ان في كرسي متحرك المشاركة. كان في كان في كرسي متحرك بيلعب في وسط الاعاقه الذهنيه والبصريه. فاستغربت كده، فسالت الكابتن قلت له هو في حركي؟ كان في 2014 كانوا مسافرين بطوله العالم، وكان في اول مشاركه حركي على مستوى العالم. فلما جه هنا
كابتن محمد رمضان ربنا يجازيه خير، ببعت له التحيه رئيس الجهاز بتاعنا. احنا بنحييه طبعا، بنحيي الكابتن محمد رمضان طبعا، يعني هو اللي شكل الاحتياجات الخاصه في مصر ما شاء الله عليه، ربنا يبارك في عمره. وبدانا نشارك، وكنت اول بنت في منتخب مصر في 2016. ما شاء الله ما شاء الله. ف بفضل ربنا بقى بدات ان انا يعني رياضه كاراتيه، كانت يعني كانت امنيه حياتي ان انا اكملها، ف خدت الحزام الاسود بقى وانا قاعده على الكرسي المتحرك. ما شاء الله ما شاء الله. وانت رفعتي على مصر بره؟ لا للاسف. لا. ان شاء الله يجي لك مشيئه الرحمن. كفايه ان انت سعيتي اصلا. الحمد لله. كانت اول بطوله حققتيها كانت امتى وكانت كانت في 2016 بعد ما لعبت، ما بدات الرياضه واخدت الحزام الاسود بشهرين، كانت البطوله الدوليه في النادي الاهلي. اخدت ميداليتين ذهب، كنت اول فريق جماعي نعمل كراسي متحركه، عرض كراسي متحركه انا وزمايلي، انا كنت بنت وهم ولدين. وبطوله فردي، اداء حركي فردي. طيب.